ياسر زماني كل رتم روالو دنقيدل نادك كبلت أمي بانكن بيجي برخيضان رجابة قاتل أردوغان قاتل أردوغان قاتل أردوغان. في كثر الاستمرار قصف الاحتلال التركي على مناطق الشهباء وشيراوة، نحن ضد الاحتلال التركي وسوف نستمر في مقاومتنا ونقوم بالمظاهرات، ولن نخاف من الاحتلال التركي ولن نترك أراضينا أبدا، وسوف نعود ونحن سوف نقاوم باستمرار حتى نعود إلى نستمر في احتلال في مناطق التي احتلتها التركية الفاشية، ولن نخاف من ضرباتهما، ولن نترك أرضنا لا هنا لا في الشهباء حتى نعود إلى مناطقنا في عفرين. نحن ما نخاف، لازم مهما يصير هيك لازم نكون قويين مصامتين، يعني ما نخاف من كل شيء اشي يجينا ما نخاف. نحن ما زلنا نقاوم ضربات العدو لان ومشان الاستهداف البنية التحتية، هو عم يضرب الاهالي ما عم يضرب المحلات العسكرية. نحن صامدون، ما زلنا صامدون وراح نضل نواجه هذا الشيء لاخر لبين ما نرجع لعفرين ونحرر الاراضي السوريه.